دخلوا اتنين ملثمين بالليل، خبطوا تخبيط جامد مفزع، وفتح لهم ابني، راحوا ضاربينه برصاصة في قرطه وقعوه، طلعوني انا بره ودخلوا لجوزي، ضربوه رصاصتين ده بقى. وراحوا بعد كده راحوا مولعين نار في البيت. احنا في مشكلة كبيرة. نطلع تصريح الدفنة. انا بقالي 3 سنين بالظبط ما بطلعش بره، ولا بفتح شبابيك ولا بلكونات، ولا ولادي بيشوفوا الشارع. هو على قد المدرسه، جوزي بياخدهم يوديهم المدرسه ويجيبهم. These families have arrived over the past few hours. They are staying here in this church until they are provided with proper accommodation. They do not know for how long they are going to remain in Ismailia and wonder if they will ever be able to go back home anytime soon. نجينا على باب الله وقاعدين على باب الله، بس تشكر التشوق اللي تبعهم ده اللي اتصل علينا. وسع المنشورات للسواقين، قال لي هيشيل واحد قطي هنذبحه زيه. ألم الله مشينا من هنا لأقول لك لفين بالشنطة شايلينها، ولا حد قدر يركبنا، محدش قدر يركبنا من خوفهم يعني.